فيما يتعلق بالاقتراب ديال عيد الأضحى وما يحوم حوله بخصوص الاقتناء ديال الأضحية ديال العيد، الجميع يعرف أن الوزارة يعني اتخذت قرار ديال استيراد أضاحي من الخارج لتخفيف يعني العبء ديال الأثمنة. هي أكيد أننا يعني نتمم هذه العملية، ولكن نؤكد مرة أخرى أن العملية ديال الاستيراد يعني غير كافية، وخصوصا أن المستهلك المغربي يعني في غياب معطيات اللي هي دقيقة مرتبطة بهذه الأضحيات، وخصوصا أن كذلك المستهلك المغربي نظرا يعني المرجعية ديالو على أساس أنه غادي يجي واحد الأضحية اللي ما تعرف عليها حتى شي حاجة، وبالتالي تكون هناك تخوف من هذه الأضحية رغم ما يمكن أن نقوله يعني حول جودتها إلى غير ذلك. بخصوص النصائح ديالنا للمستهلك المغربي، فمن الضروري أولا بالنسبة للمستهلك المغربي، إحنا تنشوف القدرة الشرائية ديال يعني المغاربة، يعني قدرة أو أغلب المغاربة هي قدرة اللي هي متوسطة وجد متواضعة، وبالتالي فلا بد إن كان أن يكون فواحد عدد من الأسر المغربية سيضطرون إلى اقتناء الأضحية المستوردة، أكيد أن هذا هو المخرج بالنسبة لهم، رغم أنه الأغلبية الساحقة يعني تتجه إلى اقتناء يعني ما هو متوفر من المنتوج الوطني بالنسبة للأضاحي، حتى تتمكن الشريحة الكبرى يعني من أداء هذه يعني الشعيرة الدينية اللي جميع المغاربة يعني تلقوا أنهم ما تفرطوش فيها بأي شكل من الأشكال. بالنسبة للأضاحي المستوردة، هو أكيد أن المستهلك يعني في خلال المعاينة دياله المنتوج، إذن إحنا تنوجه له خطاب ورسالة على أساس أنه يقلب على الأقل هذه الأضحية دياله مزيان، يعني يشوف يعني عين يعني ملاحظة عينية يعني إذا كانت هاد الأضحية هذه يعني شؤبها شائب أو لا مثلا لا ربما فيها شيء مشكل، يعني خصو يبلغ عليها الجهات المعنية من يعني من جمعيات حماية المستهلكين، من سلطات محلية، وكذلك من المسؤولين عن القطاع، على أساس إذا كان شي خلل يتم تداركه في الوقت المناسب.